السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه الطبخ واكثر. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه ديال الدونات اللي كانت تجي رائعه جدا ومحبوبه عند الكبار والصغار. فكيف ما كتشوفوا في الصور هنايا زيناهم بطرق مختلفه، فغادي نخليكم مع اولا مكونات العجينه والطريقه ديال التحضير. كيف ما كتشوفوا في اللائحه ديال المكونات، عندنا 2 معالق ديال الزبده مذوبه، معلقه ديال السكر، قبصه ديال الملحه، كيس فانيلا، 2 ديال البيضات، وجوج كيسان ديال الحليب، ومعلقه ديال الخميره ديال العجينه، والطحين اكيد حسب الخليط. اول حاجه كنبداو بها في هذا التحضير ديال العجين، كناخذوا الخميره كنضيفوا لها شويه ديال السكر، وكنضيفوا المقدار ديال 2 معالق كبار ديال الحليب لهاد المكونين، يعني الخميره والسنيده، وكنخلطوا المكونات بثلاثه مزيان 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 حتى كتذوب لينا الخميره والسكر مع الحليب، وندوزوا لتحضير باقي المكونات. فكنضيفوا الحليب كما كتشوفوا، يعني كنستخدموا اناء ولا هكا شي حاجه اللي غادي تقد انها تهز لنا هاد المكونات كامله. كنضيفوا البيض، يعني كنخلطوا المكونات مزيان. هنا ضفت شويه ديال الملحه والفاني، من بعد ما خلطنا المكونات غادي نجيبوا شي اناء اكبر باش نخلطوا كل المكونات مع بعضها، ونزيدوا نخلطوا مزيان الا كانت شي حاجه ما تخلطاتش مزيان. في هذه المرحله غادي نضيف شويه ديال الزبده ولا 2 معالق كبار ديال الزبده مذوبه، والخميره اللي كنا ديجا وجدناها مع السكر والحليب. ومن بعد ما خلطنا كل المكونات السائله مع بعضها، دابا غندوزو باش نضيفو الدقيق. فكنضيفو الكميه اللي غتكفينا، فانا ما درتش العبار لانه كل طحين كيختلف على طحين اخر، فغنضيفو بشويه بشويه حتى نحصل على العجينه المطلوبه. اكيد ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف بزاف. هنايا كنستمروا في العجن ديال العجينه بالدليك، يعني غندلكوها هنا مزيان 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 حتى نحصلوا على عجينه متماسكه ويعني شاده في راسها شي شويه، ماشي رطبه بزاف، ونخليوها تخمر. هنايا راه خليتها خمرات لمده ديال ساعه حتى تضاعف الحجم ديالها، وغادي نبداو نخدموا بها الشكل اللي مطلوب اللي كنا اللي بغينا. فهنايا كيف ما كتشوفوا راه يعني خمرات مزيان. كنبداو باش نطلقوا العجينه ديالنا. انا هنايا عندي هاد السيركل، هذا الدائره اللي غادي نقطع بها. ممكن تستخدموا القطاعه الخاصه بالدونات، انا عندي وحده ديال البينيوم كبيره شي شويه، بغيتهم يكونوا صغيورين. فهنايا استخدمت غير واحد الغطايه ديال واحد القرعه باش ندير داك الدائره الوسطانيه.
الدائرة الكبيرة السيركل وهذيك الدائرة الصغيرة غير غطاية. فهنايا كنستمر في التطليق ديال العجينة مزيان. فكادشي كيعتمد على شنو بغيتو، كاين اللي كيبغي الدونات كبير ومنفوخ، هما بصراحة كيجيو زوينين في المنظر، مي أنا كنفضلهم يكونوا هكا رقيقين وماشي زعما منفوخين بزاف. فكيبقى هادشي على حسب الذوق ديالكم والاختيار ديالكم. هنا كنبقى يعني نتراسي بداك الغطايه باش كنحصلوا على الشكل ديال الدونات اللي بغينا. واكيد هذوك الدويورات الصغيورين راه كنحتاجوهم ولا كنستخدموهم، فحتى هما كنقليوهم وكنزينوهم. تشوفوا معايا الطريقه ديال التزيين ديالهم في اخر الفيديو. وغادي نشارك معاكم واحد الوصفه زوينه ديال التزيين ديال هاد لي دونات هادو، يعني كيقولوا لهم الجليز ولا بحال شكل. كنستمر حتى كنساليو العجينه ديالنا كامله، ودابا غندوزو باش نحضروا الخليط اللي غادي نزينو به هاد الدونات. فاول حاجه نحتاجوها هنايا هي معلقه ديال يوغورت مسوس او يوغورت طبيعي، ثلاثة ديال الفرماجات او اربعة، انا استخدمت هنا اربعة، جوج معالق كبار تقريبا ديال السكر كلاصي ولا السكر الناعم، وهنا عندي جوج معلقات ولا ثلاثة ديال الحليب. يعني غنبقاو نزيدو حتى كنحسو بها يعني تجمعات، راه مازال غنزيد حتى المعلقة الرابعة في الاخر. كنستمر في التحريك والخلط ديال هاد المكونات مزيان مع بعضهم. صراحه هاد الصلصه كتجي بنينه بزاف 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 صراحه. داك المذاق ديال الملوحه ديال الفرماج زائد داك الحلاوه ديال السكر كلاصي كتجي غزاله بزاف صراحه. جربوها وقولوا لي كيفاش جاتكم في لي كومونتير. فهنا غادي ندوزو باش نحضروا الصلصه الثانيه اللي هي بنفس المكونات، غير هنايا ما غنستخدموش الفرماج وغنعوضوه بكاكاو ولا الشوكولات المر. فغنديروا معلقه ديال الكاكاو، جوج معالق ديال السكر وجوج معالق ديال الحليب، ونخلطوهم مزيان 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 حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي زوين صراحه، كيجي لامع وهو اللي كيزين لنا الدونات ديالنا وكيعطيهم واحد اللون غزال صراحه. ومذاق خلاص ما نقولش لكم، يعني مذاق زوين بزاف بزاف. فهذه هي الصلصه المعتمده في امريكان ولا الناس الامريكيين كيحضروا هذه الصلصه بزاف بزاف ديال الاكلات، ماشي غير الدونات، كيحضروا حتى لذاك السينامون رولز. غادي ان شاء الله نحضرهم معكم ولا دوائر القرفه، كيجيو زوينين بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا بدينا كنقليو في الدونات ديالنا، كيف ما كتشوفوا انا درتهم رقاقين ولكن صراحه كيجيو زوينين، وخا رقاق كيجيو غزالين وبنان. فهنا كيف ما كتشوفوا راني زوقتهم ولا زينتهم بداك الخليط اللي كنا حضرنا مع بعض، ودرت لهم هنايا كاوكاو مهرمش، درت لي فيرميسيل بالالوان، لي فيرميسيل الكحلين، درت الفواكه الجافه، يعني اي حاجه متوفره عندكم ممكن تستخدموها. فهاد الصغيورين هكا كيجيو يعني انيقين وزويونين، وهما اللي كنفضل صراحه انا، يعني وحده في ضغمه كتجي زوينه وبنينه صراحه بزاف، سورتو لاصوص البيضه. يعني بغيتكم تجربوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم في التعليقات. كنستمر حتى كنساليو كل الحبات اللي عندنا، كنزينوهم كاملين، ويعني كل واحد وكيفاش كيبغي. انا زينت بزاف طرق باش نعطيكم يعني فكره على يعني الاشكال اللي ممكن نستخدموهم، وحسب اللي متوفر، يعني اللي عنده اللوز افيلي ولا داك الحبيبات اللي تزين، يعني اي حاجه كانت متوفره عندكم ممكن تستخدموها. وكيجيو زوينين صراحه، كيجيو رائعين، سورتو هاد الصغارين كيجيو فنين في المذاق وفي المنظر ديالهم. كنتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا. هادو يعني
الشكل ديال الكبار. فهذا هو الشكل النهائي ديال الدونات ديالنا، كنتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم ان شاء الله، علاش لا، وتردوا عليا كيفاش جاوكم. وشكرا بزاف على المشاهده، نشوفكم ان شاء الله في شي فيديو جديد مع وصفه جديده.